بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في البروسس الاولى من الشابتر ده، بروجكت بروكيورمنت مانجمنت. البروسس هي بلان بروكيورمنت مانجمنت. الهدف طبعا منها ان انا اعمل بلان فرعيه خاصه بالبروكيورمنت وبسميها بروكيورمنت مانجمنت بلان. ندخل في التولز والتكنيكس. اول واحد معانا هو الميك اور باي اناليسز. مقصود بالميك اور باي اناليسز ان انا اعمل تحليل لمعظم الحاجات اللي موجوده عندي في المشروع. هل اعملها بنفسي ولا اجيب حد يعملها لي؟ هل اخلي سب كونتراكتور هو اللي يعمل لي الموضوع او مقاول يعمل لي الحاجه ديت، ولا انا اعملها بالعماله بتاعتي؟ او مثلا لو انا بشتري حاجه من بره، هل اصنعها من خلال الشركات بتاعتي؟ يعني مثلا عندي مشروع كبير وفي بريك وورك، هل اعمل مصنع خاص بموضوع البريك وورك مثلا بحيث ان هو يصنع لي الطوب دوت وبدل ما اروح اشتريه من فيندر تاني، ولا اشتريه من مورد خاص بموضوع الطوب نفسه؟ طيب لا شك ان ده له فوائد وده له فوائد، ولابد ان انا ادرس الموقف ككل واعرف ايه هي الاسباب اللي ممكن تخليني اصنع في الشركة نفسها، وايه الاسباب اللي ممكن تخليني ان انا اشتري. اول حاجة reasons for making اللي تخليني اصنع بنفسي، ممكن ابقى محتاج ان انا اعمل كنترول مباشر على المنتج نفسه بحيث ان انا اطلع فيه مستوى جودة معين، مثلا مش هيطلعه لي المقاول اللي هيعمله، او ان انا ابقى قلقان المقاول ده يعمل سليبج في التايم سكيدجول بحيث ان هو يتأخر وانا محتاج بسرعة جدا ان انا اخلص البرودكت ده، فعايز اعمل كنترول مباشر عليه عشان يعني ما بقاش رقبتي في ايد حد تاني، يعني ابقى انا اللي بعمل الشيء بنفسي. الانتلكشوال بروبرتي يقصد بيها حقوق الملكية الفكرية، ممكن يبقى عندي نهاو لعمل حاجة معينة، مش عايز اجيب طرف تاني هو اللي يعرف السر مني، فبالتالي انا هعمل هايرنج للعمالة نفسها، هعين عمالة معينة ان هي تشتغل وابقى انا بديهم النهاو بس في جوه الشركة نفسها، ومحدش مفيش طرف خارجي يعرف سر الصنعة مني. يعني النقطة اللي بعد كده الكوست كونسيدريشن، لا شك ان ممكن يكون الميكنج هو اوفر وممكن يكون اغلى. لو هو اوفر ساعتها هلجأ للميكنج، ان انا وفرت الربحية بتاعت المقاول، اللي كان المقاول هيجي وياخد الشغل ده مني ويربح مني، فانا وفرت منه الربحية دي. النقطة العكسية هنعرفها في الجزء بتاع الباينج. ممكن يبقى انا عندي بلانت معده معينه او ورك فورس عماله، فبدل ما اسيبهم متعطلين، طيب ليه؟ طب ما انا اشتغل الحاجه بنفسي بدل ما اجيب مقاول يعمل حاجه وانا عندي العمال وعندي المعدات، لا اخلص انا الشغل بنفسي. على الناحيه الثانيه بقى reasons for buying، اللي يخليني اشتري ان انا اروح لمورد او اروح لكونتراكتور هو اللي يعمل لي الحاجه دي نفسها. ممكن ما يبقاش عندي الخبرات الفنيه الكافيه، ممكن موضوع الاعتبارات الماليه، ازاي الاعتبارات الماليه؟ ان انا شايف ان انا بسبب خبرتي الضعيفه فممكن هضطر ان انا اعمل ريورك اعاده مره ثانيه للشيء، وبالتالي هتكلف اكتر لان خبرتي قليله في الشيء ده، فبالتالي انا محتاج اروح للمقاول عشان هيبقى ساعتها هو الاوفر بالنسبه لي. او البراند بريفرنسز، احيانا بيبقى في براند معينه مفضله، او مثلا سيستم انا شغال بيه ككمبيوتر او اي تي سيستم يعني، ومحتاج ان انا لازم في سيستم تاني اعمل له انستليشن ويبقوا الاثنين انتجريتد، فمضطر ان انا اشتري براند معينة عشان تبقى يعني انتجريتد مع السيستم اللي موجود عندي. او ان انا مثلا بعمل اتش فاك سيستم، حاجات شغل المكيفات، ومحتاج براند معينة تكون الديورابيليتي بتاعتها عالية وفعلا يعني يبقى اللايف تايم بتاعها كويس وما تحتاجش مينتنانس بشكل كبير. طيب الاوتبوت الرئيسي عندي هو البروكيورمنت مانجمنت بلان، الخطه اللي بتقول لي هتتعمل ايه في كل البروسيسز اللي جايه، هتدير العقد ازاي، هتعمل كنترول عليه ازاي، هتعمل له كلوزنج في النهايه باي شكل. بتقول او من ضمن الاجزاء بتاعتها تايبس اوف كونتراكت تو بي يوزد، ايه هي الانواع اللي انا ممكن استخدمها؟ هل شركتي بتسمح ان انا اشتغل بموضوع الكوست بلس، ولا لازم المؤسسه اللي انا فيها ان انا يبقى العقود كلها بنظام منافسات وتبقى فيكسد برايس؟ النقطة اللي بعد كده الريسك ايشوز، لابد ان انا اكون دارس المخاطر وعارف ايه هي المخاطر اللي انا محتاج اعمل لها ترانسفير على المقاول عشان احطها في العقد اللي بيني وبين المقاول. البرفورمانس بونز، هل في ضمانات للاعمال محتاج المقاول يقدمها بقيمة معينة، مثلا 5% مثلا من قيمة المشروع او شيء، او انشورنس برضو محتاج ان المقاول يعمله.
الكونسترينز والاسامبشنز اللي ممكن تاثر على التعاقد، محتاج ان انا احطها في البروكيورمنت مانجمنت بلان. التايم سكيدجول، ناس كتير بتقول طيب التايم سكيدجول ده بيجي بعد الكونتراكت، لا الكلام ده مش صح، هو بيجي قبل الكونتراكت. قبل الكونتراكت ازاي؟ قبل ما يبقى في عقد واعرف مده المشروع قد ايه اعمل تايم سكيدجول. ايوه، لان احنا ما بنبصش بعين المقاول، احنا بنبص بعين المالك. المالك لسه ما عينش مقاولين او لسه ما عملش تعاقد مع مقاولين، لكن في نفس الوقت هو عنده initial time schedule بيقول انا بعمل مشروع عبارة عن مثلا جامعة، فمحتاج ان انا اخلص الجامعة دي في الوقت الفلاني عشان السيزون مثلا تبدأ في بداية العام الدراسي مثلا، فبالتالي بيبقى عنده تايم سكيدجول. طيب التايم سكيدجول ده معناه ان هو لازم يحط القيود اللي هي في التايم سكيدجول بتاعه على المقاول. يحطها ازاي؟ يقول للمقاول ان مده المشروع تكون كذا وعليك بنالتي مثلا لو ما خلصتش كذا، ويراعي طبعا موضوع اللونج ليد. طبعا اللونج ليد ايتمز اللي هي العناصر اللي توريدها بياخد وقت كبير. الليد تايم اللي هو التايم من وقت البروكيورمنت او البرشيز لغايه ما يتورد السلعه للموقع، ساعتها هو ده بنسميه الليد تايم. البري كواليفايد سيلرز، احيانا بيبقى في سيلرز معينين او مقاولين او بائعين انا مأهلهم وعامل لهم ليست معينه، فدي محتاج ان انا ادخلها جوه البروكيورمنت مانجمنت بلان عشان لما نبدا نعمل بروكيورمنت يبقى ساعتها انا عارف مين هم السيلرز اللي انا هتعامل معاهم. من ضمن الاوتبوت عندي السورس سيليكشن كرايتيريا. السورس سيليكشن كرايتيريا هي المعايير اللي هحكم من خلالها على المتنافسين او المقاولين او السيلرز الفيندورز اللي انا هشتري منهم او يعني هتعاقد معاهم. من ضمن العناصر الفاينانشال ستابيليتي، انا بتعاقد مع مقاول، طب المقاول ده يعني ماليا متزن يعني او يعني ثابت في السوق، ولا ماليا يعني عليه ديون ومش قادر يدفع الماتيريال مثلا المفروض يشتريها او مش قادر يدفع فلوس للعماله اللي عنده، فلازم ابقى واخد بالي من الفاينانشال ستابيليتي للي انا بعمل معاه كونتراكت او اللي بعمل بروكيورمنت منه. Understanding needs، لابد ان انا اخلي بالي ان المقاول ده فاهم فعلا احتياجاتي بشكل كويس ولا يعني مش معندوش خبرات في الفيلد ده. التكنيكال ability، هل عنده فعلا الخبرة الفنية والقدرة اللي تخليه يعرف يشتغل مشروع زي ده. البرايس واللايف سايكل كوست، دي لو انا بعمل طبعا باينج لبرودكت معين ومن فيندور، فبالتالي ممكن بقارن ما بين الاسعار وبقارن بتكلفة اللايف سايكل كوست. يقصد بيها ان ما اشوفش بس الكوست الانيشال كوست اللي انا بشتري بيها، لا كمان ابص على المينتنانس والاوبريشن، هل محتاج فلوس كتير عشان اصين السلعه دي ولا لا. ما انا يعني ما افرحش بس بان ثمن السلعه صغير لكن في نفس الوقت محتاجه فلوس كتير عشان يتعمل لها صيانه، كده هتبقى انا يعني خسران فيها. انا محتاج ان انا اقارن او اعمل بالانس ما بين العناصر بتاعه اللايف سايكل كوست. الباست بيرفورمانس، هل عنده خبرات سابقه في تنفيذ حاجات زي كده ولا لا. ability to finish on time، هل تاريخه بيقول ان هو بيخلص في الوقت ولا من المقاولين اللي بيتاخروا. الاوتبوت اللي بعد كده هو البروكيورمنت ستيتمنت اوف وورك. ستيتمنت اوف وورك مقصود بيها ايه هي الاعمال اللي انا عايز ادخلها في الكونتراكت، يعني الكونتراكت ده احنا متفقين نعمل ايه، المقاول المفروض يعمل ايه. طبعا الكلام ده ممكن يبقى متوصف بورقتين 5 10، ممكن يبقى فيه دروينز، ممكن يبقى فيه سبيسيفيكيشن على حسب طبيعه المنتج نفسه والتعاقد. البروكيورمنت ستيتمنت اوف ورك ليها 3 انواع: البرفورمانس، الفانكشنال، الديزاين. البرفورمانس بوصف فيها اداء المنتج اللي انا عايز اطلعه يبقى بيأدي بشكل ايه، زي مثلا سياره تصل سرعتها ل 300 كيلو مثلا. الفانكشنال يقصد بيه الوظيفه، الحاجه اللي انت عايز تطلعها دي تبقى وظيفتها ايه، قادره على ان هي تعمل ايه. النوع الثالث الديزاين، ان انا بعمل ديزاين معين في دماغي بحذافيره بدقه وبقول له خد اشتغل على التصميم ده بالمواصفه دي بالمخططات دي، ومش مجرد بس ان انا بقول لك يعني طلع لي حاجه تعمل فانكشن معينه او اداء هيكون كذا، لا التزم بالتصميم التالي. الاوتبوت اللي بعد كده هو البروكيورمنت دوكيومنتس او مستندات المشتريات او الشراء او مستندات التعاقد. قد يكون من ضمنها الـ RFP Request for Proposal، ان انا بطلب من احد المقاولين ان هو يقدم لي Proposal او مقترح ازاي هيعمل الجوب او المشروع ده.
وطالما بطلب بروبوزال يبقى انا مش عندي السكوب واضح ودقيق بحيث ان انا ابقى عارف ايه اللي هيتعمل، فده هيخلي ان العقد ممكن يبقى كوست ريمبرزبل باعتبار ان انا مش عارف السكوب فمش قادر اسعره وهو المقاول مش قادر يسعره، فهيبقى الموضوع ريمبرزبل، اصرف وانا هعوضك عن اللي بتصرفه. وفي نفس الوقت طالما ما عنديش السكوب واضح فبقى الموضوع مش عبارة عن design statement of work، لا statement of work هنا بقت يا اما performance يا اما functional، لان الديزاين معناه ان انا بعمل تصميم وبقول له التزم بالتصميم ده زي ما قلنا من شوية. النوع الثاني اللي هو الانفيتيشن فور بيدنج، ده ممكن يبقى احد الوثائق البروكيورمنت. الانفيتيشن فور بيدنج عباره عن ان انا بعمل دعوه لبعض المقاولين ان هم ييجوا ويشاركوا في العطى ده ويقدموا العروض بتاعتهم، العروض الفنيه والعروض الماليه. وطبعا طالما انا بقول لهم تعالوا اعملوا بيدنج يبقى انا مقدم لهم دوكيومنتس او سكوب واضح، فبالتالي النوع ده بيشتغل مع الفيكسد برايس كونتراكت سواء كان يونت برايس ولا لامسام، الاثنين بيسموا زي ما قلنا فيكسد برايس. فانا عارف السكوب عبارة عن ايه فبقول لهم تعالوا قولوا السعر بتاعكم، فبالتالي ان هو بيشتغل مع الفيكسد برايس كونتراكت. وطبعا الستيتمنت اوف ورك هنا بتبقى ديزاين، بيبقى انا عامل تصميم محدد ومعين وبقول له اشتغل التصميم اللي انا عطيه لك بالظبط. النقطة اللي بعد كده request for quotation، لو انا بسأل على سعر item معين او هتعمل لي الساعة بكام او المتر، المتر المربع المتر المكعب، هتعمل لي اليونت الواحدة بكام، وده يعني في الغالب بيستخدم مع نوع العقود اللي هو time and material contract. كتب لي هنا other documents، بعض المستندات التانية اللي ممكن تبقى موجودة زي terms و conditions اللي بتبقى موجودة عندي في العقد في الشروط العامة والشروط الخاصة. procurement statement of work هنا هتشمل statement of work، هيشمل الجزء بتاع المواصفات، الجزء بتاع المخططات، اي documents تانية معاه بتوصف طبيعة الاعمال. والinstruction for sellers لو انا عطيت تعليمات للمتنافسين ان هم مثلا هيعملوا الجوب ازاي او ان في اسئله معينه وترد عليها، كل ده ممكن يعتبر اوتبوت من البروكيورمنت دوكيومنتس. وبكده يبقى انهينا البروسيس الاولى بلان بروكيورمنت مانجمنت.